زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، الشباب هم دلوقتي القوة الرئيسية في عالم التواصل الإلكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 79% منهم ما بين 15 و24 سنة بيستخدموا الإنترنت، مقارنة بما كانت عليه في السابق 65%. الجديد بقى أن الأطفال كمان بيقضوا وقت أطول على الإنترنت، ده غير أن تلت مستخدمي الإنترنت حول العالم من الأطفال، ده بحسب تقرير صدر في عام 2017. رغم الجهود في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وكمان تقديم محتوى آمن، لسه ده كله محدود. القطاع الخاص خصوصا في مجالات التقنية والاتصالات لازم يكون ليه دور أكبر عشان يقدر يحمي الأطفال من التنمر وكمان من المخاطر الرقمية، خصوصا أن أكتر من ثلث الشباب في 30 دولة اتعرضوا بالفعل للتنمر على الإنترنت. النهاردة الشباب هم المحرك الرئيسي للتواصل الإلكتروني على مستوى العالم. الأرقام بتقول إن في عام 2023 حوالي 79% من الناس اللي أعمارهم بين 15 و24 سنة كانوا بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي، وده مقارنة ب 65% من باقي سكان العالم. كمان الأطفال بيقضوا وقت طويل على الإنترنت دلوقتي أكتر من أي وقت فات، وكل نص ثانية بنلاقي طفل بدأ يستخدم الإنترنت. تقرير من عام 2017 قال إن تلت مستخدمي الإنترنت حول العالم هم الأطفال، ومع ذلك الجهود لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتقديم محتوى آمن ليهم لسه قليلة. الحماية في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والأسر والمدارس، لكن في مسؤولية كبيرة على الشركات الخاصة خصوصاً في مجالات التقنية والاتصالات اللي لسه ما مشيتش بجدية كافية لحد دلوقتي. اليونيسف كمان حذرت من إنه رغم الفرص الكتيرة اللي بتوفرها التقنية للأطفال، إلا إنه في مخاطر كبيرة برضو. التنمر الإلكتروني وغيره من أنواع العنف ممكن يأثروا على الأطفال والشباب اللي بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. الأرقام بتوضح إن أكتر من تلت الشباب في 30 دولة قالوا إنهم تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت، وواحد من كل خمس شباب بيتركوا المدرسة للسبب ده.